سيد أحمد إبراهيم، ما هي سبل مواجهة هذه الأوضاع عاجلاً؟ انطلاقاً من روح المسؤولية الوطنية، إذا ما يحدث ببلادنا من مخاطر متعاظمة، مخاطر مزيد التدهور والسير نحو مجهول، وباسم حركة التجديد وكل الغيورين على تونس وشعبها أينما وجدوا، نحب نتوجه بنداء ملح إلى رئيس الدولة باعتباره المسؤول الأول على سلامة الوطن والمواطنين. نحب نتوجه له بنداء ملح إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة كفيلة بوضع حد لهذا التصعيد وبالتمهيد لمعالجة المشاكل معالجة أخرى ومعالجة إيجابية. من أوكد هذه الإجراءات أولاً إعطاء الإذن حالاً إلى الجيش بالرجوع إلى سكناته ورفع الحصار الأمني وإعطاء الأمر إلى قوات الأمن بالتزام ضبط النفس والحرص على ضمان حياة المواطنين اللي هي أثمن شيء عندنا، والإقلاع عن استعمال القوة العشوائية والامتناع امتناعاً باتاً عن مواجهة المتظاهرين بالرصاص الحي واحترام حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بمثل ذلك بالتظاهر السلمي. ثاني شيء نطالب به هو اتخاذ قرارات انفراجية عاجلة، منها إطلاق سراح كل الموقوفين حالا واتخاذ كل ما من شأن من إجراءات تعيد الطمأنينة للنفوس. ثالث حاجة الإسراع بتكوين لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وتحديد ما قد يظهر من مسؤوليات بعض الأجهزة الرسمية أو غير الرسمية في التصعيد الذي أدى إلى هذه الحصيلة المأساوية من الضحايا في ليلة واحدة. من جهة أخرى، نحب نقول شنو عملت ولا وقفت ولا شنو؟ لا ما وقفتش، نسمع نتكلم. نقصوا دقيقة نقصوا هما؟ هذا هو كي نقصوا دقيقة خلاص. نقصوا من جهة أخرى، نحب نقول مرة أخرى أن الأحداث الجارية بينت وتبين عمق الأزمة وتبين الفشل الصارخ للسياسات المتبعة وتبين العجز عن التعاطي السليم مع طموحات المجتمع ومشاعر الشباب وعن الاستجابة لمطالب الشعب والشباب والفئات الضعيفة والجهات المحرومة. واضح أن ثم أزمة ثقة عميقة بين المجتمع من ناحية والدولة ومسؤوليها من ناحية أخرى. ثم أزمة مستفحلة لأسلوب تسيير شؤون البلاد، وثم عجز المؤسسات والهياكل التي يقوم عليها النظام السياسي بما في ذلك الحزب الحاكم. لذلك نحب نأكد على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، أدعو إلى فك الارتباط حالاً بين أجهزة الحزب الحاكم وأجهزة الدولة والإدارة. أريد أن أدعو إلى إعطاء إشارة واضحة لا لبس فيها بأن الدولة التونسية لكل التونسيين اللي يهمهم جميعاً حماية مصالح البلاد ومصالحها حاضراً ومستقبلاً، لأن الخطورة غير مسبوقة. الوضع الحالي يتطلب من الجميع تجاوز سقف المصالح الحزبية والفئوية والفردية لصالح سقف الوطن والمصلحة العليا للبلاد. علينا أن نعمل جميعا على الوصول على العمل للوصول بتونسنا الغالية إلى بر الأمان. لذلك نحن ننادي إلى اجتماع فوري تشارك فيه وعلى قدم المساواة جميع القوى الوطنية بالبلاد
من نقابات ومكونات مستقلة للمجتمع المدني وأحزاب سياسية في السلطة والمعارضة دون إقصاء أو استثناء قصد الانكباب بجدية ومسؤولية على معالجة الأزمة الراهنة بكل أبعادها وتجاوز حالة الانغلاق والشلل الذي عليه المنظومة السياسية برمتها والتوجه نحو الحل الإيجابي لمعضلات البطالة وتفاقم الفوارق الاجتماعية والجهوية دون أن ننسى أخيرا وليس آخرا ظواهر الفساد واستغلال النفوذ والقرب من السلطة للإثراء الفاحش وغير المشروع على حساب المصلحة العامة. والحمد لله نتوجه بكل إلحاح إلى شبابنا أنهم يمارسوا حقهم في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بالطرق السلمية والمسؤولة ضمانا لإيصال صوتهم وبالخصوص حفاظا على حياتهم التي هي الكنز الحقيقي لتونس ولمستقبل تونس. شكرا. لا يتوقع.